أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود في مختلف القطاعات بعزم وعزيمة فريق البحرين لإنجاح تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2024. نعم، أشار معاليه إلى أن النتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2022 تؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وتسهم في مواصلة مسيرة المنجزات من خلال البناء على ما تحقق بما يعود من نفع على الوطن والمواطن. لافتا معاليه إلى أن قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه يسهم في خلق الفرص لأبناء الوطن. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بالدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين، حيث نوه معالي وزير المالية بدور صندوق النقد العربي وإسهاماته في تقديم أوجه الدعم لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف الدول العربية لما فيه خير وازدهار الجميع. تناول الاجتماع ما تواجهه الأسواق المالية العالمية من تحديات، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة المرتبطة باستحقاقات الدين العام سعيا للاستدامة المالية ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي.